الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، يتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت يحيى ولا يتزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل توصلون الحياة الدنيا والآخرة خير وبقى، إن هذا لفي صحف الأولى وصحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وكرامة وشرفا ومضيدا، وأن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وكرامة وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد، أن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وكرامة وشرفا ومضيدا، وأن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وكرامة وشرفا ومزيدا، وأن تصلي على محمد وآل محمد، أن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة. أسألك هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وكرامة وشرفا ومزيدا، وأن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، أعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر.
اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وكرامة وشرفا ومزيدا، وأن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله وقوته وقوم حوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء إذا بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتغواها إذا انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وكرامة وشرفا ومزيدا، وأن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وكرامة وشرفا ومزيدا، وأن تصلي على محمد وآل محمد، أن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وكرامة وشرفا ومزيدا، وأن تصلي على محمد وآل محمد، أن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت من محمد وآل محمد، صلواتك عليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. الله أكبر. اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة. أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وكرامة وشرفا ومزيدا، وأن تصلي على محمد وآل محمد، أن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد، صلواتك عليهم أجمعين. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون.
وأعوذ بك مما استعاذ من عبادك المخلصون. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك إنك ذو الفضل العظيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. برحمتك إنك أنت العلي الكبير. والحمد لله الذي مخلوط من رحمتي ولا مخلوط من مخلوط بنواصي باقي ولا يجب الله وإنه دخلوني إلى أجر واحد फोटो नहीं खींच रहा है लाइव में।
جس کائنات کے خالق و مالک پروردگار نے ہمیں اور آپ کو ایک بہترین موقع دیا جس سے ہم استفادہ کریں۔ یقیناً ماہ رمضان ہم تمامی مسلمین کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا۔ یقیناً یہ عید کا دن آج کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ ماہ رمضان میں ہم نے پروردگار کی ان تمام نعمتوں سے استفادہ کیا جو پروردگار نے ہمارے لیے کیا۔ بے شک یہ رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے جس میں پروردگار نے اپنے بندوں کو معاف کیا اور ان کی خطاؤں کو بخش دیا، اور یقیناً انسان جس طریقے سے ماہ رمضان میں پروردگار کے فیوضات سے فائدہ اٹھا رہا تھا ویسے ضرورت ہے کہ ہم پورے سال اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یقیناً نماز عید الفطر میں کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ عید الفطر جو ہے انسان کو ہر اس روز کو کہا جا سکتا ہے جس روز وہ معاصی اور گناہ۔ یقیناً عید کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ پلٹتا ہے اپنے پروردگار کی طرف سے، عید عود سے بنا ہوا یعنی پلٹتا ہے اپنے پروردگار کی طرف، اور جب انسان پروردگار کی طرف پلٹتا ہے تو مانویت کے ساتھ پلٹتا ہے، اس کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کو تمام کو جو ہے ختم کر کے پلٹتا ہے۔ اس وجہ سے ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو بھی جو ہے بری خصلتیں ہیں بری عادتیں ہیں کوشش کریں کہ اس سے ہم درگزر کریں، اس لیے کہ جو بھی بری خصلتیں ہیں وہ انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے پہلے اسے فائدہ پہنچاتا ہے اس کے بعد دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہم نماز کی پابندی کر رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، تلاوت کلام پاک کر رہے تھے، پروردگار کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ یقیناً جو ہے یہی جو ہے پوری زندگی کا وتیرہ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ پروردگار نے ہم کو جو ہے اس ماہ رمضان میں ایک ایسا موقع دیا تھا کہ ہم اپنے پروردگار سے نزدیک ہو رہے۔ جس نے بھی جتنی استطاعت تھی جتنی اس سے صلاحیت تھی یا جتنا اس سے ہو سکا پروردگار کے اس فیوضات سے فائدہ اٹھایا، افطار کر کے سحری کر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے صلہ ارحام کر کے عزیزوں کے ساتھ جو ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے ان کے جو ہے تمام ضروریات کو پورا کر کے جیسے بھی کیا، بہرحال وہ اس کے لیے جو ہے روز قیامت یقیناً وہ اس کے لیے فائدہ دے گا۔ اس لیے کہ اس عید کے روز کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کو قبر سے جو ہے تشریح دیا ہے، جس طریقے سے لوگ قبر سے نکل کے آتے ہیں ایسے روز حج کو جو ہے قبروں سے نکل کر کے آ رہے ہوں گے، جیسے ہم جو ہے عید کے لیے نماز کے لیے آتے ہیں، لوگ نئے نئے کپڑے پہن کے آ رہے ہیں اچھے اچھے، کوئی جو اچھا کوئی اس سے اچھا، لیکن جو ہے اسی طریقے سے مومن کے لیے ہے کوئی اچھا جو ہے جب آپ کسی کے اعمال بہت اچھے ہوں گے کسی کے اعمال جو ہے اتنے اچھے نہیں ہوں گے، لیکن پروردگار سے کوئی مایوس نہیں ہوگا، ہر کوئی پروردگار سے لو لگائے ہوئے ہوگا کہ پروردگار کی رحمت اس کو شامل ہوگا۔ یقیناً ضرورت یہ ہے کہ ہم اس ماہ رمضان کے تمام خیر و برکات کو اپنے اندر سمائیں اور جو بھی کمیاں ہیں اس کمیوں کو دور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عید بہت بہت مبارک ہو تمام مومنین کے لیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
انجمن دیت الوطن صاحب بیان خورشید عباس انجمن دیت الوطن صاحب بیان Thank you.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.